البارح ما سميتش. صار لي 3 سنين اشتغل بالزرع. المحاصيل كلها الاسعار ما باسعار، وكون الكمون بعل اختارنا ما عدنا سغي. الانتاج كان كويس العام الماضي والقبله، وزرعنا الانتاج كان كويس فوق 50 50 60 70، يعني تعدل مصروفه طالعه ويطلع لك ربح شوي يعني. ما بموسم نهائيا، صفر، خسارة، كله خسارة. فلاحات بذار، يد عاملة، مرشات مبادحة حشرية وفطريات. لا بعد الأدوية والتنظيفات ما صار بشي، بس صار صيدة اللف على الأسبوع زمان هذا هي روحة الموسم. كله ضرر، ما في شيء يعني، كله يعني حاط شيء 1300 دولار ما راح شيء. خسارة المسار اللي حطيناه، طبعا كلها دين، الصيدلية إلها، العمال يد العاملة كلها ما بي. الكمون جت عليه فترة وانه خالص يعني ما تلحق. نريد من الله احنا والناشز ذناتي المنظمات يعني هالخسارة تعوضنا، يعني كله بدينا هسه. يعني الصيدلية تطلبنا، او الكمون دين يطلبنا، التاجر، اليد العاملة. في هذا العام الشغل الشاغل بالنسبة للمزارعين هو محصول الكمون. لاحظنا انه توجه المزارعين في هذا العام توجه كبير نحو محصول الكمون، وعند قيامنا بالإحصاءات الزراعية تبين لدينا أن مساحة الكمون في المنطقة ما يقارب 40,000 دونم. هذه المحاصيل في البداية نعم كان الوضع جيد، الحمد لله كان الأمور والخدمات المقدمة من قبل دائرة الزراعة اللي تساعد المزارعين متوفرة، إلا أنه في الفترات المتقدمة من عمر النبات لاحظنا هطول كميات كبيرة من الأمطار، هذا ما تسبب في انتشار بعض الأمراض الفطرية اللي سببت انتشار لبعض الأمراض، فزادت من الضرر على المحصول مما تسبب خسارة لبعض المزارعين. طبعا لا نستطيع الجزم بشكل كبير بهذا الأمر، لأن هذه المحاصيل من المحاصيل المستحدثة زراعتها في المنطقة، توجه إليها المزارع في الفترة الأخيرة. توقف على الظرف المناخي، عندما كان الظرف المناخي مناسب العام الماضي لاحظنا نجاح كبير في هذا المحصول، لكن السنة عندما تغير الظرف المناخي اختلف الأمر كثير. كما ذكرنا أنه السبب هو الأمراض الفطرية، واللي أمرها يعود بسبب الهطولات المطرية وارتفاع الرطوبة في الحقل. والله حاولنا قدر الإمكان باستخدام المبيدات، أحيانا عدم توفر المبيد المناسب لهذا المرض لم يكن هناك جدوى من المعالجة في بعض الحقول. انه لاحظنا انه في العام الماضي وبعض السنوات اللي السابقه اللي تم زراعه الكمون فيها ايضا، لاحظنا انه تم هذا المحصول زراعته لمرحله الحصاد بدون وجود اعراض ولا اضرار، فكان بانتاجيه وفيره من هذا المحصول. هناك بعض الاصناف قد تكون غير مناسبه، قد تكون بها نسبه الانبات ضعيفه مما تتسبب باضرار للمزارعين. نعم، بداية احنا قدمنا لهم الآلات الزراعية لتحضير التربة لتشكل مهد مناسب للبذرة، وأيضا عندما صارت الوقت مناسب لاستخدام المبيدات قدمنا لهم المرشات لكي يتم معالجة الأمراض. إن شاء الله نحاول تقديم النصيحة بحيث أن المزارع يتم اختيار الوقت المناسب للزراعة، كون السنة كانت سنة مطيرة يجب على المزارعين أنهم يتأخرون في موعد الزراعة يكون أفضل مشان نتجاوز مرحلة الرطوبة قدر الإمكان، وإن شاء الله تقديم النصائح والإرشادات المطلوبة. بالنسبة للكمون السنين السابقة كان ممتاز، يعني كويس حيل الكمون، فزرعنا السنة هاي الكمون لأنه السنين السابقة زرعنا شعير وزرعنا حنطة وزرعنا قطن، فكانت التجارة تتحكم بينا، الأرباح صفر يعني، المادة ما اجت من وراء القطن، ولا هو موسم كان كويس بس أكثر شيء التجارة تحكمت بينا، يعني القطن من 1100 نزلوه على 400، والحنطة من 300 نزلوه على 175. كمزارع يعني حطيت مصاريف شيء 2000 دولار على 25 دولار،
يعني حطينا مصاريف كثيرة، بس بالنسبة للخسارة خسارة 100%. اشترينا الكيلو ب$10، يعني وللموسم بدين أخذناه ب$15، وهذا كله مطلوب. وعندنا فلاحة، وعندنا فلاحة تراكتور، وعمال الساعة عم تاخذ 10,000. يعني السنة موسم ما في خالص. بالنسبة للملاخ بالبداية كان كويس، بالأربع أيام خالص صار نوب عدم. يعني هاي شوفت عينك الكمون يابس خالص نهائيا، متأثر أثرت كلياتها، ما يبي حدا، كلها متأثرة. يعني حاولنا رشينا مبيدات وحطينا أدوية وكله كان على الفاضي. ناشد للمنظمات الإنسانية وناشد للمجلس المحلي يعني إنه بس يساعدونا بشيء قليل. يعني من الله خلقنا بالزراعة، ولكن أنا كشخص صار لي 10-11 سنة لحالي. والله من الزراعة إحنا مجبرين بيها، ما عدنا مهنة غيرها، ما عدنا شفنا نشتغل. زرعنا اختاري زراعة الكمون، لحقنا الأسعار، كمون غالي، أسعار قمح ما بي، أسعار شعير ما بي، أسعار غطل ما بي، بلك الله يعوضنا وزرعنا والحمد لله. طبعا شغل ربنا هذا. 2005 أنا زرعت الكمون وزرعته على مراحل متتالية. أيوة زرعته بال 2005 كان انتج عندي 65 كيلو الدونم الواحد، وما كان المصاريف، ما كان العمال هالمصروف، ولا كان الشغل هالشغل، ولا كان الدراكتور هالاسعار. هالاسعار كلها بالنار، كل شيء متوفر، اسمده متوفره، بذار الكمون كان متوفر. السنة بذار الكمون هذا ب 10,000 $10، اي 10 دولار، 10,000 دولار الطن. الموسم هذا خالص انضرب، انتهى موسم، منتهي من جمعة ولهين انتهى الموسم خلاص، ما عاد نطلع عليه بعد ما خلصنا. وخسرنا عليه عكاف، وخسرنا عليه الشغل ورش. السنة رشينا مبيدات بشأن الفطريات واللفحة، كله رشينا مصاري. هذا كله أخي قال الخسائر اليوم دونا من الكمون كلفنا $65، خسارة 100%. وفي عند الغير خسارة دبل. أنا جوز أرضي من عندي أو في غيري مستأجر أرض وأخذ أرض قطعي وأخذين بالنسبة. إيه بس أنا أرضي إلي جوز، أنا أقول لك خسارتي 100%. شلون غيري؟ رطوبة عالية إجت وجانا شمس بعدها ضرب ومرض شلل اسمه. هذا شلل الكمون عام. وفي بيث ثاني بذار، نوعية البذار عنا محصورا بالمنطقة، قلب ذكر الكمون 100%. نوعية البذار كمان أقول لك قلب ذكر، يعني بحياته ما غلب الكمون ذكر إلا هاي السنة. يا أخي والله إحنا ناشد أول شيء رب العالمين، نعم. بعدين هالمنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية، إحنا خسارتنا 100%. الحكومة المؤقتة هاي إحنا ناشدها، نريد تعويض، والتعويض آخر شيء من عند الله يعني.